بالمقابل احنا عندنا اشهر عملة بيتم الكتابة والحديث عنها الجنيه اللي هو ابو جمالين. تمام ده فعلا متداول وملايين الجنيهات. ده كلام منطقي بس هو مش بملايين قوي. يعني يتراوح سعره بحوالي 150 الف 200 الف جنيه حسب حالته برضه. دي نقطة. ده أول إصدار للجنيه المصري. أول إصدار للجنيه المصري كان 1917. فات عليكم رابط 105 سنة. اللي معاه ده يقدر يبيعه ب 150 ألف؟ ولا هو اللي معاه ما بيبيعهوش. ما بيبيعهوش وبيعتبره ثروة. لأنه موجود لأنه بس بيتباع في مزادات كبيرة. مش بيتباع هنا، لا بيتباع في مزادات كبيرة. طبعاً هنتكلم عليه، هنتكلم مثلاً 100 جنيه المآزن. برضو دي من ضمن الحاجات برضو اللي سعرها كان كبير جدا. عشان نتكلم عن العملة لازم نتكلم على حالة العملة. كل ما تكون حالة العملة جيدة وتكون يعني أنا كتداولة زي اللي في إيد حضرتك كده، دي طبعا بتبقى عملة محتفظة بحالتها. أمسك العملة مثلا أحس إن العملة الملمس بتاعها خشن زي كده مثلا أهو. ده أول جنيه بنك مركزي مصدر. لما أجي كده مثلا أشوف الجنيه كده، يعني بص حضرتك شوف شكل الجنيه يا محمد بيه، بص شكل الجنيه انت وتحس كده ان هو ايه لسه طالع من المطبعه. تمام، تحس ان هو لسه طالع من المطبعه. طبعا الجنيه مصدر من البنك المركزي. طبعا انا بتسال اسئله كتيره، الجنيه ده هو مثلا اعاده طبع؟ اقول له لا. لما اجي امسك الجنيه كده ما لازم برضو اعرف الهاوي، اقول له في ملمس للورقه، في علامه مائيه اهي. شوف حضرتك كده هو في الصوره هتلاقيها واضحه تماما. دي معناها ان العملة اصلية وان الهاوي يقدر يعرف العملة جنيه؟ اصلية. لا دول مش 2 جنيه، ده جنيه وده جنيه بس الرقمين ورا بعض بنسموهم سيريال. جنيه وجنيه سيريال. لا فيه بعض الهواء بيحبوا حاجة زي كده. اصل خلي بال حضرتك يا محمد بيه ان العملات كمان فيها ليها امضاءات. في ناس بتجمع امضاءات وممكن ناس بتحب انها تجمع عملتين ورا بعض برقمين ورا بعض مسلسلين. اقدم عملات هنا اجنبيه بقى عندنا؟ لا العملات الاجنبيه طبعا زي كده، دي عمله مثلا 1910 3 روبل روسيا. في مثلا عمره زي 1910 روبل روسي. روبل روسي ده بكام؟ ب 55 جنيه. تمام. في حاجة وفي مثلا 500 روبل زي كده روسي مثلا ب 100 جنيه وعنده السعر عند حضرتك. هتلاقي ان الاسعار بتاعت العملة اسعار يعني في مقتبل اليد. يقدر حد انا لازم اشجع الهواية، تشجيع الهواية واستمرار الهاوي في نفس الوقت ده بيشجعني وجود استمرارية. لان في ناس كتيرة مش عارفة يعني طوابع. في ناس كتيرة مش عارفة يعني شغال على الواتساب واتساب. في ناس كتيرة جدا يا محمد بيه يعني مفهوم الطوابع بالنسبة لها مفهوم مفقود، أو مفقود العملات القديمة بالنسبة لها مش متاح عندهم. تعال بقى ندي نصيحة أخيرة وأنا بختم حواري مع سيادتك للهاويين بقى جمع هذه الحاجات. احنا طبعا بننصحوا بإيه؟ 1 2 3. بننصح الهاوي دايما إن هو يبحث عن السعر الجيد للمقتنى اللي بيقتنيه سواء إذا كان طوابع أو عملات. تاني حاجة مهمة، النصيحة المهمة، ان انا يبقى ليا اسلوب في المنهج بتاع الجمع. يعني المجموعة المصرية تكون كاملة، الحالة بتاعت الطوابع تكون حالة جيدة، ما تكونش حالة مقطوعة او حالة مثلا غير قابلة انها توضع في الالبوم، وزيها زي العملة بالظبط.